كل مجال وكل عمل له إيجابياته وله سلبياته. إيه السلبيات اللي موجودة في الوسط الفني النهاردة؟ سلبياته ممكن تكون الغيرة الحمقاء، ممكن تكون يعني حقد من النجاح، جنون العظمة والفردية في العمل. يعني مرات في ناس بيحبوا مثلا انهم يستأثروا بالمواقف او بنوعية الافلام او بنوعية الروايات اللي بتتقدم، بشكل انه ممكن واحد يحس انه قادر على انه لوحده يعمل كل حاجة. طبعا ده كلام مش مظبوط، فدي من ضمن السلبيات الكبيرة. وبعدين يعني انا هستعير جملة بتتقال بس مش قادرة اعممها برضو، لكن روح روح حب الفن والاحساس بانك بتساهمي في عمل شيء جميل وروح الجماعة مفقودة مش زي الاول. يعني زمان كنت مثلا تسمعي او تشوفي برضو من المجلات القديمة، تسمعي مثلا تقري في صورة كده، تلاقي مثلا في بيت الله يرحمه الأستاذ فريد الأطرش، جلال معوض وليلى فوزي وشادية وعماد حمدي وهند رستم وسعاد حسني، يعني الدنيا كلها ومدام فاتن، يعني تبصي تلاقي مجتمع في قاعدة بيحتفلوا بعيد ميلاد، بيحتفلوا بنجاح فيلم لزميل من الزملاء. وكمان كلمني الاستاذ كمال الشناوي كتير قوي عن ان هم كانوا مثلا لما يجوا عايز يعمل فيلم هو، فبطولته مثلا هو مدام شادية، فيعزموا مثلا عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامه وعبد الحليم حافظ ومش عارف مين، يعني ناس مجتمع فني وزملاء، ويقروا الروايه مع بعض ومخرجين تانيين غير اللي هيخرج الفيلم، حتى اللي ما بيشتغلوش في العمل ويبتدوا يقروا السيناريو، وده يقول له لا والله كمال انا مش عايز تعمل كذا، ولا ده هايل، يعني الموقف ده يتصعد. ومن مجموع الاراء والاحاسيس دي في النهايه بيوصلوا لعمل له شكل الحب. مدام ماجدة، حضرتك ناقدة صحفية والنقد نوع من أنواع الكتابة الصحفية وله أيضا فنونه وخطوطه الأساسية. أي نقد وجه للفنانة مديحة كامل وشعرتي منه أن هي يعني زي ما بنقول اتظلمت؟ والله أنا بحس أنها دايما بتتظلم، يعني كصديقة لا كصديقة كصديقة ناقدة. انا بحس ان مديحة ما خدتش وضعها النقدي بشكل مظبوط. يعني في السينما العالمية التركيبة بتاعت مديحة كامل متواجدة بشكل جيد جدا وبتقدر، لان هي تركيبة خاصة جدا. مديحة كامل ممكن تعمل ادوار استاذة في الجامعة وممكن تعمل سيدة بتبيع جرجير وتصدقيها في الحالتين، ودي تركيبة مش موجودة كتير. وبعدين الجميل فيها انها بتنضج مع الوقت، يعني الوقت معاها مش ضدها، وده برضو ما بيتوفرش الناس كتير يعني. فهي الحركة النقدية مش بتديها قدرها وبتتعامل معاها كسيدة جميلة بتمثل. ويمكن السينما ظلمت ناس كتير بالشكل ده، منهم مديحة كامل. مدام مديحة، انت بتكتبي؟ ما تقدريش تقولي بكتب ككتابة بقى، هي عارفة تسجيل لحظات كده ببقى مشدودة فيها وببقى عايزة أكتب حاجة، فبتطلع يعني زي خواطر زي أحاسيس. بس احنا بقى معانا النهاردة مجموعة من الخواطر الخاصة بيكي، هتقريها لنا قدام الشاشة. صدقيني مكسوفة جدا. معقولة ليه؟ ده بالعكس، ده انت بادئة بداية، يعني بادئة بسم الله وبادئة بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، صدق الله العظيم. الرحمة ما أجملها من كلمة، لماذا لا يرحم الناس بعضهم بعض؟ لماذا انقلبت الدنيا إلى غابة كبيرة؟ هل ارتدينا إلى البدء؟ هل هي دورة جديدة؟
هل يرجع الإنسان إلى العصور الأولى؟ ما هذه الجرائم الجديدة علينا التي حتى لا تمت بصلة إلى الفطرة؟ فأم تقتل ابنها، وابن يقتل أبويه، وامرأة تقتل زوجها، وأخ يقتل أخيه. لماذا؟ إرث، حب، غيرة؟ لا، ده أنا بقى باسم الحب لازم أمسك لك المايك، لا أنت فعلا بدأت تدخلي في المود وصوتك هيروح منك كده. هذه المتغيرات تفزعني وتجعلني أفكر كثيرا. لو كان الإنسان قنوعا بما لديه، هل لو كان أكثر رحمة لانتظمت موازين الأمور أكثر من هذا؟ ربما. وعلامات استفهام، حوالي 3 علامات استفهام. كفاية؟ لا، كمان ولو واحدة بس كده، ما تبخليش بقى على علينا بالحكاية دي. لا أبدا، بس أنا على ما نشوف الرواية اللي جاي. إيه الإحساس اللي عندك صحيح وانت بتقري الخواطر دي؟ ما عرفش يعني، انت عارفة ما بتكتبيها لوحدك وانت قاعدة لوحدك، أنا حتى ما أقدرش أكتب لو مايرا قاعدة جنبي. يعني حاسة إن حتة كده من نفسي من جوه دلوقتي مطلعاه بتفرج معاكوا عليها، شفيها للناس. وبتفرج معاكوا عليها. يعني حياة الفنان برضو احنا هنستكمل على فكرة، بس ده بما انك انت دخلتي الموضوع ده وبدأتي تتأثري جدا ولون عينيك ابتدى يتغير وبتاع. هل حياة الانسان الخاصة يعني زي ما بنشوف احيانا او زي ما بيقولوا ان مفيش الفنان حياة خاصة وانها كلها ملك الناس؟ إلى حد كبير هو لا يتمتع بخصوصية شديدة، يعني لدرجة أفتكر من كم سنة، من 10 سنين يمكن، استوقفني صورة كانت اتنشرت لبرجيت باردو. يعني هي واخدة فيلا طبعا في مكان حالم جدا وبعيد ومنعزل، وعاملة غابة وحاجات كده هون، وعشان تتمتع ببيسين جوه بيتها، وصوروها معرفش اوناسس ودى جاكلين، معرفش طبعا اوناسس يعني عمل لها جزيرة بحالها ليها يعني، ومع ذلك قدروا يوصلوا انهم يصوروها. فبالقطع حياة الانسان المعروف شوية ما مش ملكه ابدا، يعني بيبقى كل كبيرة وصغيرة تحسي انه متراقب فيها او معروفة للناس او كده. الى جانب انه يعني انا ضد ده طبعا، يعني بحس ان الانسان لازم يكون له اشياء جوه نفسه، مش لازم تطلع ابدا. لكن ارجح او اشجع الرأي اللي بيقول ان الفنان قدوة، يعني مظهره الخارجي وتصرفاته خارج اسوار بيته لابد ان تتسم ببعض الالتزام، لانه كل شيء محسوب علينا. يعني اذا ضحكتي من قلبك فتضحكي في حدود الشخص العادي اللي بيضحك تحت المنظار زي ما بيقول، منظار. وبعدين ممكن ده يبقى متشاف وتبقي مثل. يعني انا مره عملوا لي حديث في رمضان اللي فات، معلش هتفرع بالموضوع شويه، فكنت ضيفه على الافطار، فبيسالوني رايي في الجواز والبيت والاعياد والفن وبتاع. قلت لهم والله انا نفسي اتجوز واقعد في البيت وما اشتغلش. فطبعا مش عايزه اقول لك، في صديق ليا وناقد فني واخ وصديق حميم جدا، استاذ سامي السلموني، مش عايزه اقول لك صفحتين شتيمه فيه. انت ازاي تقولي الناس تقعد في البيت؟ انت مش عارفه ان القدوة ان ممكن الناس تقلدك والبنات يقلدوكي؟ دي كانت فترة فعلا الكل اتكلم فيها على الحكاية دي. شفتي بقى؟ فيعني الواحد حتى تصريحاته، حتى اللي في قلبه اللي نفسه ينفذه ممنوع ان يجاهر بيه. يعني انت نفسك تنفذيها الحكاية دي؟ بصراحة والله. انما ما تقدريش ثاني. انما ما تقدريش تسيبي الشاشة ابدا؟ تأكيد يعني. لا يعني بحس انها حياتي، وما دام ما فيش البديل اللي ممكن يخليني اتشد الحاجه اكتر من شغلي حاليا، فانا بحب كمان شغلي، وحاسه ان انا زي ما بقول لك المرحله دي حاسه ان في حاجه جديده، في وهج جديد، في نور جديد داخل كده، فرحانه بيه ومستعده له يعني.